هذا وتنقلت كاميرا النهار لمحطة نقل المسافرين السوداني بوجمعة وسط مدينة عنابة، حين رصدت ردود فعل مستنكرة لحادثة صفع أحد المواطنين وهو قابض بذات المحطة لطفل إفريقي. المواطنون أجمعوا أن السلوك لا يمثلهم بتاتا ولا علاقة له بأخلاق الشعب الجزائري. التغطية لعبد الناصر جلال. دارنا كما دارهم لهنا، معنا ديما لهنا، ياكلوا معنا يشربوا معنا عايشين بيان، ما خصهم والو. في الشتاء تصب النور يدرقوا عنا في الكهرات، الصيف هاي يجيهم السعيده من عنا، احنا نعاونوهم على وجه الله. كل جاو عنا هنا لازم طلعوا فيهم لمزيه منا، فهمتي يا خويا؟ مخاوتنا صغار نعطيهم الصوارد، انا نمد لهم الصوارد، كل يمدوا لهم الصوارد هنا. احنا في عنابه ولا في الجزائر كامله ما عندناش الحقره، هذه اول حاجه. ثاني حاجه السيد هذاك اللي يضرب السيد شويه ناقص. نظن هذا الانسان يعني ممثل الا نفسه. احنا كمجموعه خيريه في عنابه ويعني عده مجموعات وجمعيات خيريه على المستوى الوطني، الحمد لله يعني هذه الفئه من الاشخاص هما خاوتنا. اولادنا كي تاع النيجيريين كي تاع كل، فهمتي كيف كيف هم قاعدين يلعبوا مع بعضهم. لا هما كما قلتي هما تاني ولاد 9 شهور، ولا هما تاني ولاد 9 شهور يلعبوا كلها كيف كيف. انا ابيع مرقلة. مرقلة مليحة. الجزائرية مليحة. إن شاء الله. الدعاء كلهم إن شاء الله. سيدي ما أقول عندي سوار شوية والله مليحة تبارك الله، كل جماعة الجزائرية والله صاحة بركة والله تبارك الله فيك، صاحة تكون الجزائرية والله. عندي ما أقول عندي اللي ما عندي سوار والله كل شيء عندي، بارك الله فيك الجزائرية والله صاحة، شكرا ربي عين.